ما هي المسائل الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟第三个根本问题是什么呢？ الأصول الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة التي تُسأل عنها في قبرك. 这三个根本的问题，将我们将要在死亡之后，在坟墓当中将要被问到。 يُسأل كل واحد منا في قبري من ربك؟ 第一个问题就是谁是你的主؟ وما دينك؟ 什么是你的宗教？ ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ 谁是你的先知؟ لابد أن نتعلم هذه الأصول الثلاثة. 我们必须要学到这三点。 ونعمل بها. 我们必须要实践。 وندعو إليها. 我们必须要宣传。 صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب في القبر. 我们在今世做到了，凭阿拉的允许，我们在坟坑当中能够回答这三个问题。هذا الكتاب ذكر فيه المؤلف هذه الأصول الثلاثة. 关于这三个问题。 有一本书，它的作者已经把这三个问题讲得非常详细。